السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى قصة جديدة وموضوع جديد متجدد. وعنوان حلقتنا اليوم مع هذا الفيديو الذي جاء كذا يعني بلقطة عفوية، يعني لا نعلم عن صحة الفيديو ولكن انتشر بصفحة لخالد شائع، وكان هذا الفيديو. خلونا نتابع الفيديو ثم نشوف الردود وما قال عنه الشارع اليمني والردود والتعليقات بالفيسبوك. نعم، يعني لقطها تشتوف يعني دقة حلوة، وأنا لن أتأكد بس تقريبا أنها دقته. ونلاحظ هنا الردود والتعليقات على الفيديو. يعني نبدأ من عند أبو مالك علي الكبسي، قال إحنا اليمنيين مواهب فينا خيرات الله، لكن ما أبو من يشجعنا. ننتقل يعني هنا إلى واحد ثاني يعني علق، قال هذه النتائج السلبية لعدم وجود التعليم، الله المستعان. طبعا يعني إذا ما فيش تعليم فاضي قاعد يطقطق على الربل وصحة بس يا قبقب عليها. هنا أبو يزن يقول له عود مني وصلوني به، يعني هذا بيدعمه. هنا فائد بن سعيد المخلافي يقول متأكد يا خالد إن هذا صوت علبة صحة صحي. هنا يرد عليه خالد يقول له ما رأيك أنت؟ طبعا يعني الفيديو فيه من يشكك فيه وفيه من يقول متأكد ولا نعلم. أيضا هنا لمعلق رد بتعليق يدعى خالد محمد صالح، وصلوني به، معه هدية عندي عود بحريني. يعني في ناس بقى تشجعه. أحمد داود قوش ما شاء الله مبدع بهذا العود البسيط، جاب دقة أيوب وكأنه فنان ماهر. هنا في معلق عبد الباقي يقول وين توكل تشتري له عود. هنا ننتقل إلى عبد الملك أبو مروان يقول يتعلم من المدرسة كيف يدرس ويتعلم، بارك الله فيه، يعني ما أيد له الدقة هذه. وهذا هنا ننتقل إلى أبو سنة طاهر ثابت الخيواني يقول اللي يعرفه يخلوه يتواصل معي، وله عود عراقي من عندي. في ناس كثير يعني شوف التعليق الثاني يقول وينه هذا، أنا أدي له عود هدية بس أهم شيء يكون صوته حلو. هنا ننتقل إلى تعليق مختلف يقول هذه دبلجة مستحيل يكون دقة صحة وربل، الربل اللي معرفه المغاطة اللي يجي حق الفلوس. ونختتم بهذا التعليق، يعني يقول من عبد الله الحسن قد لا يستطيع إذا وجد العود، لذلك دائما البساطة تبنى بالبساطة. يعني يمكن إذا عنده عود ما يقدر يعزف، هو متعود على الصحة بس ما دام عنده الحس هذا يمكن يعزف. وإلى هنا يكون أنهينا هذا الفيديو وإلى قصة جديدة.